السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب في سلسلة الفيديوهات الخاصة بالبيج بتاعتنا. فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيه عن حاجة اسمها الـ Accent or Phonetics Part، الجزء الخاص بالنطق. معانا في فيديو النهاردة صوتين مهمين جدا ومعظمنا بيتلخبط في إنه ينطقهم بالطريقة الصحيحة، فيلا بينا نعرف إيه هما الصوتين دول وإزاي ينطقهم بالطريقة الصحيحة. الصوتين الموجودين معايا النهاردة هما الـ با والـ با، واللي بيمثلوا بحرف الـ P وحرف الـ B. طيب انا دلوقتي هقدر افرق بينهم ازاي او انطقهم بالطريقة الصحيحة؟ ان شاء الله بعد الفيديو بتاع النهاردة هيكون عند حضراتكم الاجابة على السؤال ده، فيلا بينا نعرف الاختلاف بين الصوتين دول. عشان اعرف الاختلاف بين الصوتين دول لازم اكون عارف الفرق من ثلاث اوجه. الوجه الاول وهو عن طريق التحدث by speaking، وده في حاجتين اتنين، وهي ان انا لما باجي انطق صوت حرف البي بيحصل اهتزاز عندي في الحنجرة. يعني لو حطيت ايدي هنا كده وقلت با با با، في اهتزاز هيحصل في الجزء ده، على خلاف صوت حرف البي مش هيحصل اي اهتزاز. لما اجي احط ايدي هنا واقول با با مفيش اي اهتزاز. ده تاني حاجة، وهو ان لما باجي انطق صوت حرف البي بيطلع من الفم شوية هواء. يعني لو انا في ايدي ورقة وجيت قلت با، الورقة هتتحرك من مكانها، على خلاف حرف البي لو قلت با الورقة مش هتتحرك من مكانها. والفيديو الجاي ده هيوضح النقطة دي بشكل اكتر. الحصة دي حصة انجليزي مش تاريخ. مين يعرف الفرق بين البي التقيلة والبي الخفيفة؟ انجليزي ما تعرفوش. نقطع ورقة، حط الورقة هنا، قلنا بي طارت الورقة ما طارتش، قلنا بي طارت الورقة. ان طارت الورقة تبقى بي تقيلة، ان ما طارتش تبقى بي خفيفة. اها انجليزها كده. خلصنا من الجزء بتاع التحدث، نيجي للجزء بتاع الاستماع اللي هو باي listening. هنعتمد فيه على اللغة العربية عشان نعرف الفرق بين الصوتين دول. يعني انا لو جيت نطقت الكلمة اللي ظهرت قدام حضراتكم دلوقتي وقلت عليها كتابي، وعلى الكلمة دي قلت حسابي، وعلى الكلمة دي قلت بابي، اكيد حضراتكم وانتوا بتسمعوني في اشمئزاز، يعني مش مستصاغة للاذن. كذلك نفس الشيء لو انا جيت نطقت صوت حرف البي بي والعكس. ده من ناحية. من ناحية تانية، وهو ان انا لو جيت اتلخبطت بين نطق الحرف ده او نطق الحرف ده في الاصوات بتاعتهم هغير المعنى بشكل كلي. يعني لو جيت قلت على كلمة نحلة بي مكان بي، اتحولت من نحلة لشخص يتبول. مثال تاني، لو جيت قلت على بيج اللي هي كبير بيج، هتبقى خنزير، تحولت من كبير لخنزير. خلصنا من النقطة التانية، وهي ان انا عرفت الفرق عن طريق السمع. نيجي للنقطة التالتة، وهي الفرق عن طريق النظر اللي هو باي لوكينج. طيب دلوقتي انا وانا بنطق صوت حرف البي بتبقى النطق بتاعها من اول الشفاه من الطرف الداخلي هنا، بقول بي بي تمام. طيب لما باجي انطق صوت البي بتبقى من الطرف الخارجي للشفاه او من وسط الشفاه، فبقول بي. طيب امثله على الكلام ده، لما باجي انطق صوت حرف البي في الكلمات بقول باتمان، بقول بوك باك، تمام كده. طيب لما باجي انطق صوت حرف البي بقول اب باينابل بيبل، تمام كده. اظن الفرق واضح بين الصوتين دول، واتمنى يكون في استفادة للجميع، وما تنسوش الشير واللايك، واشكركم على حسن الاستماع.